مع هذا قتل النفس أشد بغير حق، قتل النفس أشد من الزنا، لأن الله توعد على قتل النفس ما لم يتوعد على غيره. قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد شديد. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد، نفس الكافر المعاهد والذمي حرم الله قتله. قال الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 سنة أو 50 سنة كما في البخاري. وأيضا الله جل وعلا جعل في قتل الذمي خطأ، هذا العمد توعده الله بهذا الوعيد لا يرح رائحة الجنة، وأما إذا قتله خطأ وهو معاهد ففيه ما في نفس المؤمن إذا قتلها خطأ. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فيها الدية والكفارة مع أنه كافر، لكن لما كان معاهدا أخذ هذا الحكم العظيم. فلا يتساهل في قتل النفوس بغير الحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الولي منصور، ولا بد أن يبين الله القاتل، ولو اختفى ولو حاول ما حاول لا بد أن يكشفه الله سبحانه ويقع تحت العدالة. نعم.